السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. ضاع عمرنا لانك انت حضرتك بتستخدم معجون السنان للتبييض عشان يبيض سنانك وما بتلاقيش اي نتيجه. لما بتستخدم معجون سنان غالي عشان يبيض سنانك برده مفيش نتيجه. هقول لك ليه في الفيديو ده ان شاء الله. هقول لك على معلومات عامه جدا لتبييض السنان وعن تجربه شخصيه انا، وايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش. بص، انا عندي 3 انواع من معجون السنان، اللي هو كلوز اب دايموند اتراكشن، وسيجنال كاركول بالفحم، وكريست اللي هو كافيتي بروتكشن، ده ضد التسوس وكده، مكافح للتسوس. بص، وجبت قبل كده اللي هو كريست، اللي هو قبل كده وايت بير اللي هو بيخلي السنان بيضة تبقى زي اللؤلؤ وهكذا، وبرده سناني ما بيحصلش حاجه. اي نعم انا مركب تقويم بس برده ما بيحصلش حاجه. ايه اللي بيحصل؟ بص، في 3 انواع من التبييض مفيش غيرهم. لما حضرتك تروح لدكتور السنان وتقول له انا عايز اعمل تبييض عن طريق بقى كذا حاجه، بقى عن طريق في كده تقنيه اسمها زوم او برنامج او يعني جهاز اسمه زوم وهكذا، يعني حاجات كده تبييض يعني، او ان انت تاخد الدكتور يعمل لك قوالب جيلي كده وتلبسها انت في بقك عشان تبيض لك سنان، دي عن طريق الدكتور برضه. قوالب كده تبقى هلاميه، او ان هي بتبقى عباره عن قوالب جيلي كده تلبسها في بقك وبتنضف لك سنانك، ودي بتاخد مثلا حوالي 15 يوم او يعني حوالي اسبوعين هتنضف لك، يعني مش هتنضف لك سنانك، هتبيض لك سنانك، ترجعها لك بيضه قوي يعني. وفي اللي هو، خلينا في اخر حاجه دي. بص، المعجون ده، المعجين دي بتبقى معجون يعني مخصص ان هو ينضف لك سنانك طبعا عشان تسوس وهكذا بس، ويشيل لك التصبغات اللي هي بسيطه جدا، نتيجه مثلا تشرب قهوه ولا شاي امبارح مثلا فسنانك اصفرت، فانت بتعمل المعجون كده وتنضف سنانك، فتلاقي سنانك يعني رجعت لطبيعتها الاولانيه، مش اللي انت بتنضفها او بتبيضها خالص. الاوبشن الثالث ده اوبشن سهل جدا، وانت ممكن تستخدمه وممكن مش محتاج اشاره طبيب خالص، هي بس حاجه وحيده لو انت سنانك فيها حساسيه، هي بس دي اللي هتاثر عليك. في حاجه اسمها لاصقات كريست 3 دي وايت، لو انت كتبت كده كريست 3 دي وايت ستريبس، دي بتبقى لاصقات. هقول لك لاصقات بتبقى عامله ازاي. بص، بتبقى لزق، بتبقى حوالي 10 لزقات او 15 لزقه، دي على سودو.com. لو انت دخلت على سودو دلوقتي وكتبت كريست 3 دي وايت ستريبس، دي هتلاقيها في حدود ال 250 300 جنيه. دي بتبقى لزقه كده طويله بتلبسها على سنانك كده، ويعني تبقى نص لزقه تبقى هنا، تروح يعني لازقها في الحلق من تحت، ومن تحت برضو يديك واحده قصيره، بتبقى واحده طويله للسنان من فوق واحده قصيره للسنان من تحت، وهكذا تعملها على سنانك دي وبعد كده تروح قافلها. لو انت دخلت على اليوتيوب وكتبت كريست 3 دي وايت ستريبس، هتلاقي ملايين الفيديوهات بتتكلم عن الموضوع ده. الموضوع ده فعلا حقيقي بيجيب نتيجه فعلا. انا جربته وعملته قبل كده وطلع فعلا نتيجه كويسه. كريست اسمه كريست 3 دي وايت ستريبس ده، انت بتستخدمه وبتجربه حوالي 15 يوم، بتبقى حوالي اللزقات دي بتقعد مثلا حوالي معاك، ممكن لو انت بتستخدم مثلا مرتين في اليوم، جربها الاسبوع الاولاني هتلاقي سنانك كلها اصفر ابيض، اسمها كريست 3 دي وايت ستريبس، واول ما اللزقات دي تخلص هتلاقي فيه فرق واضح جدا باين في السنان. ده سنانك بتقعد تبيض لفتره طويله، يعني فتره مش قليله. وطبعا لو انت طبعا بقى ما بتستخدمش شاي وقهوه كتير، وما بتستخدمش حاجات بتؤدي الى يعني اصفرار السنان او سودان السنان، هتكمل معاك اكتر واكتر. بس هو دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت عايزها بحب اقولها لكم، لان الحاجات دي كلها اكتشفت ان هي ملهاش لازمه، والله العظيم ما بكذب عليك، اكتشفت ان هي ملهاش لازمه، وان احنا بندفع فعلا فلوس كتير فيها. انت ممكن تجيب معجون اللي هو بسيط جدا، هو ب 10 جنيه ولا 15 جنيه، فعلا هيأدي نفس الاداء بتاع دي، لان فعلا دي ما بتعملش حاجه، دي مش هتبيض سنانك زي ما انت متخيل. جرب كده تجيب مثلا معجون سنان غالي مثلا ب 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا حاجه ومش هيعمل لك حاجه. جرب بقى تجيب بقى الكريست 3 دي وايت ستريبس، دي فعلا كويسه وفعلا محترمه ومش غاليه. انت لو خلصت الكيس كله على مدار، لو انت بتستخدمها على مدار اليومين، هتلاقي سنانك رجعت ابيض تاني. بس فانا حبيت ان انا اقول لك عن معجون السنان، لان انا واحد اساسا بعاني من معجون السنان. وصح معلومه ليك، نصيحه كده بسيطه جدا، وانت بتغسل سنانك سيب المعجون على سنانك، سيب المعجون على سنانك شويه، عامل سنانك كانها معامله الماسك. لما انت بتلبس ماسك على وشك بتسيبه شويه عشان وشك يتغذى بالعناصر اللي في الماسك ده، اللي اذا كان مثلا كالسيوم، فيتامين اي، فيتامين سي وهكذا. فانت سيب المعجون على سنانك شويه وبعد كده تمضمض وهكذا نضف سنانك. واخر حاجه معلومه كده للسريع، علشان الفم الكريهه، والله 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 وعن تجربه شخصيه بقالي 6 او 7 سنين بمشي على الموضوع ده، اغسل لسانك من غير معجون،
نظف كده الفرشه بعد غسيل الاسنان وطلع لسانك واقعد نظفه كده كتير وتمضمض، وبعد كده نظفه كتير وتمضمض، هتلاقي لون لسانك زي لون شفايفك. ساعه لما تيجي تتكلم مع حد الناس مش هتقرف من ريحه بقك. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. انا اسمي محمد تحسين من قناه السرشجي، ما تنساش السرشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.